وبما ان الست المصريه دايما مبتكره واثبتت لنا انها قائد في كل المجالات، معانا تقرير بيحكي عن قصه شيماء باحثه الرمال، واللي قضت 12 سنه من البحث المستميت بشواطئ مختلف البلدان لاشباع هوايه محببه جدا لنفسها هي القواقع، وتحملت رحلات شاقة لتنطلق نحو بحثها المتوغل بالرمال والغوص لمسافات داخل البحار لجمع أكبر عدد من الأصداف والقواقع. نروح نشوف التقرير ونرجع لأول فقرة، وهي نقاش زي ما قلنا حول إلغاء الفيسبوك ومقترح داخل أروقة البرلمان بإنشاء فيسبوك مصري. صومعة فنية مليئة بمختلف أنواع القواقع، خلاصة رحلة الفنانة التشكيلية شيماء شتا، حيث استغرقت 12 عاما من البحث بشواطئ مختلف البلدان لإشباع هواية باتت محببة لنفسها. البداية كانت سنة 2006، ابتديت كده استكشف الشط يعني في راس سدر بالذات، والحقيقة لقيت إن في قوقعة لطيفة جدا، منها قوقعة اسمه نيريتا، أبيض في أسود كده ملفت للنظر قوي، عامل زي الزلطة الصغيرة. وبعدين عملت منه مراية، ومن هنا ابتديت يعني لفت نظري التنوع الجميل للكائن اللطيف ده. يعني رغم حجمها الصغير إلا أنها تضم الكثير من الأشكال والألوان، ما يؤهلها للعديد من التصاميم في عالم الديكور المعاصر. كل ما يعني الواحد بيتفرج وبيلاحظ أكتر بيلاقي أنواع كتيرة، يعني يمكن قاموس من قواميس البحر الأحمر فيه بس 500 نوع على سبيل المثال، مش كله يعني، مش ده كل الحقيقي يعني. في نوع لطيف كده اسمه عمامة الفرعون، وبيسموه فراولة برضو في المراجع الأجنبية، الستروبيري شال ده نوع مميز من أنواع البحر الأحمر. في فينوس مثلا، أو اللي هو يعني أنا مسميها فينوس بس هو اسمه جبريلوس، قوقعة زي ده. في أنواع نادرة وصعب جدا إن أنت تشوفها على الحقيقة، وأحيانا بتكون مهشمة تماما، فأنا برضو لولا أن أنا كنت عارفة الشكل بتاعها ما كنتش هتخيل أن جناح شكل الجناح ده الرقيق جدا أن ده قوقع فعلا يعني. ويحول المصممون الصدف من قواقع صماء إلى تصاميم فريدة، إما مع تبديل ألوانها أو وضعها في نصابها الصحيح للتزيين والديكور. طبعا بندخله في الأكسسوارات البيت، في اكسسوارات الحريمي، بيتعمل منه بيتشغل بقى على شنط وعلى بورتفوي وعلى صنادل وحزمه وحاجات كتير قوي. تتميز القواقع برائحتها المميزه التي تحمل عبق البحر وهوائه، وتاخذك لعالم من الراحه النفسيه والهدوء. ايمن عماد، العيله.